دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر. أهلا وسهلا يعني بك معنا أستاذ رائد. إذا بداية، توقعات البنوك المركزية هي التي تؤثر على أسعار العملات وتحديدا على مؤشر الدولار، لكنه خسر نوعا ما مستويات 96 نقطة، فما هو المتوقع خلال تعاملات هذا اليوم؟ طبعا لا يمكن الحكم على التذبذبات التي تحدث خلال تعاملات اليوم نفسه، اللي راح نصدر في بيان مهم جدا من الفدرال الامريكي وقرار باسعار الفائده، والاهم من ذلك هو كم سيتم تخفيض برنامج شراء السندات، لانه من المتوقع ان يكون رفع اسعار الفائده خلال العام القادم، وتوقعات ارتفعت الى 3 رفعات في العام القادم ابتداء من شهر مايو، بالتالي يجب ان يكون العمل على عمليه تقليص برنامج شراء السندات. هذا البرنامج الضخم جدا الذي تم ضخه في من اجل يعني ازمه كورونا وتحفيز الاقتصاد، تم تخفيضه ب 15 مليار من 120 مليار 15 مليار تخفيض الى في الشهر الماضي، والان نتحدث عن تخفيضات اضافيه. طبعا لن يتم رفع اسعار الفائده حتى تكون لدينا برنامج شراء السندات اللي هو عباره عن سيوله رخيصه في مستويات مناسبه نوعا ما للبدء بعمليات الرفع في اسعار الفائده، وهذا سوف يضطر الفدرال الامريكي ان يقوم بتقليصات كبيره نوعا ما في الاسواق بالبرنامج، وهذا بلا شك سيكون تاثيره عميق جدا في الاسواق خلال تعاملات اليوم بايجابي للدولار الامريكي. نعم، يعني إذا تم اتخاذ هذه القرارات المتوقعة طبعا لدى الفيدرالي الأمريكي ويتبعه المركزي الأوروبي، هذا الفارق بين المركزي كتوقيت نوعا ما كيف سيؤثر على أداء اليورو؟ هل سيكون تباعا أم سيكون هنالك فارق كبير بالوقت بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي حول هذه السياسات تحديدا؟ طبعا يوجد فارق، لأنه نحن إذا عدنا إلى ما قبل كورونا نحن عم نتحدث عن تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في مستوياته المعقولة المستهدفة، بينما التضخم في المنطقة الأوروبية هو متدني، وأصلا أزمة أوروبا من قبل أن يكون لدينا كوفيد-19 هي التضخم المتراجع وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل عام في المنطقة الأوروبية. بالتالي مع وجود السيولة الرخيصة بشكل كبير واستمرار برنامج شراء السندات الأوروبي ما توقف عندي أصلا حتى يعني قبل أزمة كورونا، بعد أزمة كورونا نحن عم مزيد من عملية ضخ السيولة في الأسواق، بالتالي نستبعد تماما أن يكون هناك توجه للمركز الأوروبي في أي وقت في العام القادم يعني حتى شهر 9 إلى الاتجاه نحو التجديد في السياسة النقدية، وهو مرتاح جدا لعملية حتى مع وصول معدلات حتى أستاذ رائد يعني مع وصول معدلات التضخم في أوروبا تحديدا إلى مستويات قياسية ومرتفعة حاليا، خاصة بعد الحديث عن المتحورة الجديدة من أوميكرون، هل ستبقى ذات الصبغة نوعا ما على القرارات من المركز الأوروبي؟ إذا البيانات التي صدرت فيما يتعلق بالتضخم بالمنطقة الأوروبية هي قياسيا للفترة الماضية هي مرتفعة، ولكن كمستهدفات هو لا تزال يعني ضمن المستهدف، انه عندي 2% سنويا هذا هو المستهدف، لما انا اكون عندي 1.8 1.2 متعدد الدول الاوروبيه هذا يعتبر نوعا ما ايجابي اذا كان متولد من نمو فعلي في الاقتصاد وليس بنتيجه فقط السيولة الرخيصة. بالتالي عامل السيولة الرخيصة يجب أن يبقى مستمر لفترة أطول ولتحفيز الأسواق في المنطقة الأوروبية، وإلا سحب هذا العامل بشكل سريع سيؤثر على قطاع الأعمال الذي تحسن بشكل واضح في ألمانيا وتحسن بشكل واضح أيضا في فرنسا. عدم وجود هذا العامل سوف يؤثر بشكل عميق جدا على آلية النمو في المنطقة الأوروبية التي كانت تعاني من تباطؤ في النمو. نعم، يعني بالعودة للفيدرال الأمريكي، العديد من البيانات الإيجابية كانت نوعا ما خلال تعاملات هذا الشهر أثرت بشكل كبير وأخذت بعين الاعتبار، لكن ماذا عن التصريحات حول المتحورة أوميكرون وتحديدا يعني التصريحات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية، هل تؤخذ بعين الحسبان؟ هل ستكون أولوية على الأجندة الاقتصادية للفيدرالي خلال اجتماعاته اليوم؟ يعني لا أعتقد ذلك، لأنه أولا نحن في عنا مضبوط كانت بالبيانات هو أسرع انتشارا وما إلى ذلك، ولكن خلينا نشوف الباترن أو النمط اللي تحقق في الأسواق، نلاحظ سرعة في تلافي الموضوع واحتوائه. نعم. ثانيا قلة في مستوى الإغلاقات الاقتصادية حول العالم، بالتالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع غير مسبوق إلى مستويات 6.8 من عام 1981 بمستويات التضخم، يعني هذا المستوى لا يعكس أطلاقا وجود أوميكرون أو تأثيره على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما يحفز
لدى الفيدرالي ضرورة إمكانية تشديد السياسة النقدية دون القلق من الآثار الجانبية للمتحور الجديد أوميكرون. نعم أستاذ رائد، يعني هنالك أيضا اجتماع مرتقب للمركزي التركي خلال هذه الفترة أيضا التي ذهبت القرارات التركية عكس التيار فيما يتعلق بأسعار الفائدة، هل نتوقع أيضا في حال قرار الفيدرالي الأمريكي عن حزمته وأيضا عن أسعار الفائدة أن يكون له تأثير على الليرة التركية أيضا بالرغم من حالة الهبوط الكبيرة التي تعاني منها؟ على الرغم من هذه الحالة هو متجه إلى عملية خفض جديدة في أسعار الفائدة. الموضوع مختلف نسبيا، نحن عم نشوف عندي قوة حاليا في الدولار الأمريكي متوقع إن صح التعبير في الفترة القادمة تضغط بشكل كبير على الاقتصاد التركي، وخفض أسعار الفائدة يعني ضروري وفي بالنسبة لتركيا لأنه في عندي تنشيط وتحفيز الأسواق والاقتصاد التركي المتضرر بشكل كبير بالفترة الماضية من تقلبات الليرة التركية. إنه نحن في عنا عاملين مهمين، أول شيء إنه أنا لازم أتأكد إنه الاقتصاد بدأ يعمل بشكل جيد، وثانيا عندي الخطر الخارجي وهو التقلب الحاد في الدولار الأمريكي. الاقتصاد التركي لم يعمل بعد بالشكل الجيد المطلوب وتأثر بشكل كبير بانقطاع سلاسل التوريد خلال الفترة الماضية إضافة إلى الوضع السياسي أو المتغيرات السياسية، بالتالي هو مضطر حاليا إلى القيام بتقليص في أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد دون القلق من الولايات المتحدة الأمريكية أو على الرغم من الأثر السلبي الذي قد يحدث من الفيدرال الأمريكي إذا ما توجه إلى رفع أسعار الفائدة. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.